تابعين معكم مشاهدينا بقى مع دكتور آلاء أبي رزق اللي موجود معنا بالاستوديو واللي راح يطلعنا ويخبرنا عن الحيوانات يلي عم تدخل هلا بالعصر الحجري. كيف يعني دكتور؟ مزبوط. هلا في عنا فيديو صغير راح يبقى يقطع بيشوفوه المشاهدين وساعتها بيعرفوا عن شو عم نقصد اكزاكتلي. راح نشوف هلا الفيديو. راح نشوف هلا الفيديو. ما بعرف اذا جهز بالفوالا. شو عم نشوف هون؟ عم نشوف نحن سعدين عم يستعمل حجر كرمال تيكسر نوع من الثمار تقدر ياكلهم. اوكي؟ يعني هيدي الصوره اتاخذت سنه 2017 بجزيره ببنما. اوكي؟ هيدا السعدين اسمه وايت فيست كابوشن. في عنا كذا صنف منه، اكتشفوا انه بهيدي الجزيره الميل تبعول هودي السعدين بلش يستعمل الحجار ليكسر الثمار وليكسر الكوكياج تقدر ياكل. اوكي؟ واوفيشلي اعلن انه هيدي السبيشيز بلشت تدخل العصر الحجري. شو يعني عم تدخل العصر الحجري؟ يعني فاتت بالتطور اللي نحن كبشر الانسان فات فيه من تقريبا من تقريبا 205 يعني 2.5 مليون سنه. اوكي؟ نحن العصر الحجري بلش تقريبا من 2.5 مليون سنه، كان الانسان ما بيشبه الشكل الحالي، كان في عندنا اصناف من اومو ابيليس، اومو اريكتوس، نياندرتال اكسترا. هل الانسان كيف تطور؟ مع التطور هو بلش يستعمل الات، بقى باول بارت من العصر الحجري اسمه باليوليتيك، بلش يستعمل بنفس الطريقه، يعني يجيب حجر ويكسر او يجرب يتصيد بالحجر. وبعدين فتنا بشيء اسمه ميزوليتيك، بلش الانسان اكثر ينحت الحجر تيعمل انسترومنت. وبعدين طلعنا على النيوليتيك، بلشت الزراعه. يعني هون بلش يستعمل الحجر بطريقه جدا متطوره. من وجهه نظر العلم، هل الحيوانات يلي هلا عم تدخل بعصر الحجر الحجري بالعصر الحجري قد ايه عمرها؟ يعني هل هي تواجدت مع الانسان ولا بعد كثير من تواجد الانسان؟ لا، هي بالايفوليوشن تواجدت مع الانسان، يعني وقتها الكائنات عم تتطور. هودي السعدين كانوا عم يتطوروا بذات الوقت، بس هلا الظروف خاصه انه هودي الحيوانات ار ان دايركت كومبيتيشن مع البشر. يعني هلا بعد شوي رح نحكي عن حيوان ثاني هو الافه الاكبر للبشر. اوكي؟ بلش يتعلم من البشر وصار في عنده، يعني لانه عنده في سوسيال كثير عالي، صار يراقب الاخرين اللي هن بريمات، يعني هو بالنسبه له بيشبهوه البشر، صار يجرب يتقلدهم. هذا الحيوان اللي حكينا عنه قلنا موجود بجزيره بنما. الفكره انه بس الميلز اللي عم بفوتوا على الستون ايج، والحلو انه كل 4 سنين الميل بيترك العشيره وبيروح على عشيره جديده، يعني رح ينقل المعرفه لغير من عيال. نفس سبيشيز بس لغير قطيع اذا بدنا نقول. بس ليه الميل بس؟ يعني الفيميل ست بيت بعد ما دخلت exactly بهذا الحيوان ليش الميل. هلا في عندنا حيوان ثاني اللي اسمه مكان. اوكي؟ هيدا السعدين اللي نحن بنسميه الاولد وورلد مونكي. هيدا السعدين هو الآفة الأكبر للبشر. هل قد ذكي؟ موجود بآسيا وبالهند وبسريلانكا، ودائما في كتير بيسافروا بخبروا انه شفنا السعدين بالمدينة وشفناه هون. هودي بيتنافسوا مع البشر، بيهجموا على المدن حتى وبيهجموا على البشر. وحتى الدول مثل الهند مثل سريلانكا بيعملوا طرق كرمال تا يخففون الفيرتيليتي، يعني بيبعثوا لهم فيروسز للفيميل ما تعود تتكاثر، لانه they are directly in competition. ونحن بنعتقد كبريمات، يعني كحيوانات شبيهه بالبشر، اذا بلش ينقرض البشر هن اللي راح يكسحوا البوبوليشن من ناحيه الذكاء. وهودي متطورين كثير. بس دكتور عم تقول انه بيهجموا على البشر كمان، يعني بيهجموا على البشر للسرقه، ما بياكلوا، يعني ما بيهجم تيعض البشر، بس بيسرق منه اغراض بيتقلدوا. معقول يتقلدوا بعدين ويصير كمان يأذي البشر؟ مثل ما نحن بنأذي الحيوان يصير هو كمان؟ ممكن هو بيأذي البشر، وعنده كثير تصرفات بتشبه تصرفات البشر. مثل شو دكتور؟ يعني مثلا بيحب السرقه، بيحب يعمل تزاوج او علاقات بس للمتعه، مش ضروري تكون للجنس. ما بيشبهوا كل البشر، بس عم نحكي عن بعض التفاصيل. وحتى بنعتقد انه لهم 700 سنه هودي بالستون ايج، بيتصرفوا بطريقه رشقه اكثر من الكابوشين. يعني عم يتطوروا اكثر من غير فصيله أكتر من السعاديين. يعني مزبوط. في حيوان ثالث كمان اللي اغلبنا بنعرفه اللي هو الشمبانزي.
شمبانزي اللي موجود بافريقيا. كنا مفكرينه الاذكى نحن، هلا بوجودك عم توضح لنا الرؤيه. شغله كثير مهمه بالشمبانزي، هو من فصيله الاومنيدي، يعني نحن والشمبانزي كبشر عندنا انستر كومن. اكيد نحن ما خصنا فيهم، نحن مش اصلنا اسعدين، بس عندنا انستر كومن. باي معنى دكتور؟ بمعنى انه 99% من الجينوم تبعوله بيشبه الشفره الجينيه، بتشبه الشفره الجينيه تبع البشر. 99%. يعني حتى لبعض العلماء اذا اعطيناهم جينوم للشمبانزي ممكن ما يعرف الفرق اذا كان هذا بشري ولا هذا. مشان هيك بنشوف نحن شكله، عنده دينان، عنده منخار، عنده تم، وحتى هلا بدنا نشوف صوره ايد شمبانزي ورح نحكي عنها كثير، بتشبه كثير ايد البشر. هيدا عنده اكثر ابيليتي، يعني بيقدر يستعمل حجار، بيقدر يستعمل خشب، حتى اذا شاف البشر عم بيولعوا نار بصير يعرف يولع نار. اوكي. هلا الصوره اللي بيتعلم بسرعه، بيتعلم كثير بسرعه وكثير ذكي، يعني هو لحقنا بالتطور، بس الفكره انه هودا بلش ينقرضه. يعني ما رح يتكاثروا كثير. وين موجود اكثر شيء الشمبانزي؟ بافريقيا الغربيه. هن الاسرع من ناحيه انه يتعلموا منا؟ نعم، هن الاسرع من ناحيه انه يتعلموا منا. عشان هيك نحن بنعتبرهم الاذكى. بنعتبرهم الاذكى، في عندهم شغله كثير مهمه شفناها اللي هي قاسم مشترك بين الصعيدين والبشر، اللي هو انه عندهم الابهام البوس اوبوزابل على الاصابيع الثانيين. ما في حيوان ثاني قادر يحط كلوه البوس على غير اصبع الا الشمبانزي، الا الانسان والصعيدين ومثل الشمبانزي. على كل الصعيدين؟ فوالا، اغلب الصعيدين اللي حكينا عنهم هن بالاحرى كلهم. بقى هيدا التصرف بخلي يصير عنده ابيليتي يستعملهم وبصير يقدر يفكر اكثر. من بعد الشمبانزي بقى بدنا نشوف شيء؟ لا، هو هن الحيوانات اللي دخلوا ان ستون ايج، ما في غيرهم لحد هلا. اول حيوان شفناه له 3-4 سنين، ثاني حيوان شفناه له بحدود 700 سنة، والشمبانزي بنعتقد انه فات بالستون ايج له 50 سنه بس. يعني دكتور حكينا عن انواع الصعيدين، وكانه هن بس اللي قادرين انه يفوتوا بالعصر الحجري ويكونوا هالقد قريبين من الانسان. مزبوط. هوديك الصعيدين بعدهم بعيد، بس ما بيشكلوا لنا خطر. هودي الصعيدين ما رح يشكلوا لنا خطر لانه هن عم يتطوروا، بس نحن عم نتطور كمان. وبيننا وبين هودي الصعيدين في 2.5 مليون سنه. تنفترض انه هو رح يتطور مثل ما نحن تطورنا، بنكون نحن صرنا كثير متطورين. هذا اللي لازم نوضحه، لانه اذا راح الانسان نحن عم نحكي، هن ممكن يكونوا هالقد. بنكون صرنا بالمريخ نحن كانسان. ما بعرف، انا بكون على القمر. انتقلنا على غير، انت القمر بحذره. بنكون انتقلنا على غير كوكب. بس عم تقول انه هن اندينجرد كمان، يعني هن معرضين للانقراض. هل في سياسات لحتى يعني من وجهة نظر العلم كيف نقدر نحافظ عليهم حتى ما نخسر هذا النوع من السبيشيز؟ هلا الحيوان اللي اسمه وايت فيس كابوشين، اول حيوان شفنا الفيديو، هيدا موجود بجزيره هي محميه ببنما، ممنوع حدا يفوت عليها، بيحافظوا عليه هونيك. السعدين اللي شفناه نحن بايجا وقلنا انه هيدا خطر للانسان، قلنا انه عم بجربوا يخففوا منه لانه كثير متكاثر. الشمبانزي بعد في عنا نحن يمكن بحدود ال 2000 ل 3000 سبيسيمن، بقى كثير موجودين بمحميات وموجودين بحدائق عامه وبنضل ملاحقينهم تنحافظ عليهم. يعني في الجمعيات والدول بحد ذاتها بتحافظ عليهم. النوع الخطير في طريقه نقدر نحد من خطورته على الانسان؟ اللي عم يعملوه العلماء انه عم ينشوا نوع من الفيروس بيصيب بس الفيميل وبيخليها تصير ستيريل، مثل يعني ما حضرتك ذكرت ما بتعود تجيب اولاد. بيقولوا انه اذا قدرنا ما خلينا 80% من الفيميلز ما يقدروا يتكاثروا، بنوطي البوبوليشن 50%. بقى هيدا هو التارجت، انه ما نقضي على البوبوليشن كلها سوا، بس انه نوطي كميتها وكميتها. دكتور العام بيرز، اهلا وسهلا فيك، نحن نتقابل الاسبوع اللي جاي ونطرح اكيد موضوع بهمنا وحول الحيوانات.